لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نخص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله بعد أن ذكر القول الأول في معنى قوله ولا يزالون مختلفين أنهم على ملل شتى، أهل الباطل مخالفين للحق مختلفين ما في أنفسهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أهل الحق فهم مجتمعون مؤتلفون على الحق. وذكرنا أن ذلك في المسائل التي هي أصول الإيمان والإسلام والإحسان. قال: وقال آخرون بل معنى ذلك ولا يزالون مختلفين، فهذا فقير وهذا غني. عن الحسن قال: مختلفين في الرزق، سخر بعضهم لبعض. وهذا القول ضعيف جدا، لأن الله عز وجل قال: إلا من رحم ربك. والغنى والفقر لا يتلازم مع الهلاك والرحمة أو العذاب والرحمة، فقد يرحم غني وقد يرحم فقير، وقد يعذب غني وقد يعذب فقير. وقد قال عز وجل بعد ذلك: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، بعد قوله إلا من رحم ربك. فدل ذلك على أن الاختلاف هو بين الرحمة والعذاب، بين الائتلاف والاختلاف. وأما الغنى والفقر فلا يبنى عليه رحمة ولا عذاب، إن ذلك من أمر الله عز وجل يفعل فيه ما يشاء. والآيات إنما تذكر أفعالا للبشر يستحقون عليها العذاب أو يمن الله عليهم بالائتلاف والاجتماع. وقال بعضهم: مختلفين في المغفرة والرحمة، أو كما قال. قال أبو جعفر، ولم يذكر هو هنا ما من قال ذلك، قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى. أهواء دي اللي هي البدع يعني. إلا من رحم ربك فآمن بالله وصدق رسله فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله. وإنما قلت ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك، لأن الله جل ثناؤه أتبع ذلك بقوله، أتبع ذلك قوله: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ففي ذلك دليل واضح
أن الذي قبله من ذكر خبره عن اختلاف الناس إنما هو خبر عن اختلاف مذموم يوجب لهم النار، ولو كان خبرا عن اختلافهم في الرزق لم يعقب ذلك بالخبر عن عقابهم وعذابهم. وأما قوله ولذلك خلقهم، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم معناه وللاختلاف خلقهم. يبقى هذا التفسير للاختلاف خلقهم المقصود منه أن الله قدر ذلك، يبقى تعليل الحكمة الكونية، أراد أن يختلفوا فيمتحنهم فيطيع المؤمنون فيرحمهم ويعصي الكفار والفساق والعصاة فيعذبهم على قدر ما ارتكبوا وكسبوا. من قال الاختلاف خلقهم فإنما يقصد به تعليل الحكم، بيان الحكمة الكونية، لأن الله لم يشرع لنا الاختلاف ولم يأمرنا بالاختلاف، إنما أمرنا بالائتلاف والاجتماع، وهذا هو الرحمة. فإن الاختلاف ليس هو الرحمة، إنما الائتلاف هو الرحمة. يقولون اختلاف أمتي رحمة، حديث باطل، وإنما روي ذلك من كلام بعض السلف أن المقصود ليس بهذا اللفظ، وإنما المقصود أنه اختلاف أصحابه مرحومون، وهو الاختلاف في ما لا يخالف البينات. وهذا يعني ليس هو الظاهر من تفسير الآية، لأن الآية استثنت من الاختلاف من رحمهم الله، فلا يصح أن يقال أن الاختلاف نفسه رحمة، وكما ذكر هو في الترجيح الآن وذكرناه بعبارة قريبة، أن الله عقب ذكر الاختلاف أنه قال ولأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن أهل الاختلاف معذبون الذين خالفوا الحق، وأهل الإيمان وإن خالفوا الناس من أجل الحق وتخاصموا في الحق وبه بالله عز وجل خاصموهم فهم مرحومون، فكيف يكون للاختلاف خلقهم شرعا أن هذا أمر أمر الله به؟ نعوذ بالله. يبقى القول الأول للاختلاف خلقهم أنه تعليل لبيان الحكمة الكونية، أن الله قدر الاختلاف ابتلاء للعباد. قال عن مبارك بن فضالة عن الحسن ولذلك خلقهم قال للاختلاف. عن منصور بن عبد الرحمن قلت للحسن ولذلك خلقهم، فقال خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. وهذا واضح جدا أن المقصود بذلك التقدير الكوني، والتعليل بهذه الحكمة الكونية. عن الحسن قال ولذلك خلقهم. قال أما أهل الرحمة فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. الاختلاف الذي يضر في أصول الدين بالاصطلاح الصحيح، أن المقصود بذلك المسائل الكبرى في الإيمان والإسلام والإحسان، وليس
الاصطلاح المتأخرين ان اصول دي مسائل الاعتقاد، فبعض مسائل الاعتقاد لا يضر الاختلاف فيها وان كانت نادرة، كالاختلاف في مسائل التفسير، فانها مسائل علمية. ان نعلم ان المعنى المقصود من الآية، ان المعنى المراد من الآيات التي اختلفوا فيها كذا، هذا معنى اعتقادي علمي، وترجيح ذلك مع اختلاف أهل العلم فيه في بعض المواطن، في كثير من المواطن لا يضر. الاختلاف مثلا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ هل رآه بقلبه وهل رآه بعينه أم لم يره لا بقلبه ولا بعينه؟ والصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه. وكذلك الخلاف في نبوة الخضر، هل هو نبي أم ولي؟ مع أن الخلاف في نبي مجمع على نبوته كموسى وعيسى، من خالف فيه كان كافرا، ولكن في مثل هذا الموطن لأن الأدلة فيها تعارض، فهذا اختلاف لا يضرهم، لا يزالون مرحومين، لأن المسألة في أحق يعني في نبوة الخضر أدلتها ليست قطعية، ولذلك لا يضرهم الخلاف. الضرر يعني العذاب، يكون من خالف معذبا، ولذلك قلنا أن من خالف البينات هو المعذب الذي يسود وجهه، وأما الذين لم يخالفوا البينات فهو اختلاف لا يضرهم. مش معنى ذلك إن اختلاف لا يضرهم يعني الناس تنقي منه، كل واحد ياخد ما يريد، لا. المعنى في ذلك أن هذا الاختلاف الذي فيه اجتهاد سائغ، فالناس فيه كل يبذل جهده لمعرفة الحق حسب درجته، فأهل العلم يجتهدون، وطلاب العلم المميزون يرجحون، والعوام يجتهدون في اتباع من يقلدونه ومن يرجحون كلامه حسب العلم والورع على حسب تصورهم. هذا الخلاف السائغ في اعتقاد أو عمل لا يضر، لأن صاحبه ما بين أجر واحد أو أجرين، بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذا معنى اختلافا لا يضرهم. أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. وذكرنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في مسائل، أجمعوا على إقرار كل واحد منهم على ما رآه صوابا، دون أن يضلل بعضهم بعضا ولا أن يبدع بعضهم بعضا. هذا أحد يقول هذه المسألة كذا في الأنواع في العبادات، وأيضا في المواريث، وفي الأحكام المتعلقة بالعقود والبيع والشراء، اختلفوا وهم مع ذلك لم يضلل بعضهم بعضا، لأنهم كما ذكرنا ما بين من هو له أجر واحد ومن له أجران، ومن له أجر فأكثر مرحوم. فلذلك قال أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم.
عن ابن عباس قوله ولذلك خلقهم، قال خلقهم فريقين، فريقا يرحم فلا يختلف، يعني لا يختلف في المسائل الكبرى التي عليها البينات. فريقا هي يرحم أو يرحم يعني يرحمه الله، وفريقا لا يرحم يختلف، وذلك قوله فمنهم شقي وسعيد. عن عطاء في قوله ولا يزالون مختلفين، قال يهود ونصارى ومجوس إلا من رحم ربك، قال من جعله على الإسلام، ولذلك خلقهم، قال مؤمن وكافر، قال الأعمش ولذلك خلقهم، قال مؤمن وكافر، وقال أشهب سئل مالك عن قول الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال خلقهم ليكونوا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال آخرون بل معنى ذلك وللرحمة خلقهم، قل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. عن مجاهد قال ولذلك خلقهم، قال للرحمة. هذا التفسير لا يصلح إلا أن يكون بيانا للأمر الذي شرعه الله، لأن هو متعلق بالخلق، فيكون مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا بيان أو هذا التعليل بيان للحكمة الشرعية من خلقهم. قال ولذلك خلقهم للرحمة خلقهم، يعني ليفعلوا ما يرحمون به، وهو أن يعبدوا الله ويوحدوه ويؤمنوا برسله فيرحمون. فهذا معنى للرحمة خلقهم، للرحمة أي شرع لهم أن يعبدوه فيرحموا. وأما الواقع المشهود فقد خلقهم مؤمن وكافر، بر وفاجر. عن ليث عن مجاهد مثله، إلا أنه قال للرحمة خلقهم، يعني في المواطن التانية ولذلك خلقهم قال للرحمة، إلا الأخير ده قال للرحمة خلقهم. عن قتادة ولذلك خلقهم، قال للرحمة خلقهم. عن الضحاك ولذلك خلقهم، قال للرحمة. عن عكرمة ولذلك خلقهم، قال أهل الحق أهل الحق ومن اتبعه لرحمته. فده كان ينبغي أن يكون قولا مستقلا، لأنه جعل الضمير فيهم خلقهم، ضمير في خلقهم يعود على طائفة فقط، وهم أهل الإيمان أهل الحق ومن اتبعه، هؤلاء الذين خلقوا لرحمته. يعلل ان ده لبيان امر شرعي وكوني معا، وهم من وقع منهم ما يرحمون به، مثل ما فسره ومن فسر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيقول ما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. فلأن هؤلاء الذين اجتمع فيهم الأمر الشرعي والأمر الكوني، لكنه ضمه مع الأقوال الأخرى التي يقول خلقهم لرحمته.
أما على القول أن هذا بيان للحكمة الشرعية فنقول خلق الجميع ليفعلوا ما يرحمون به، منهم من يفعل بعد ذلك منهم من لا يفعل، زي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والراجح قول الحسن إن شاء الله. عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. طب إزاي وفي ناس معذبة؟ أيوة ده لأن ده أمر شرعي الذي شرع الله لهم أن يفعلوه حتى يرحموا، ولم يأمرهم بما يعذبون به. يبقى هنا مش لبيان الأمر الكبير. قال أبو جعفر وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم، اللي هو قول الحسن، نوضحه غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.